لاعبين كرة القدم ممكن يستمروا سنين بدون ما يكتشفوا إمكانياتهم الحقيقية في مركز مختلف، ويعتبر شيء مضحك ومحزن أحياناً إن القرارات دي كلها كانت مدفونة في مركز مش مناسب ليه، وكانت منتظرة المدرب المناسب اللي يطلعها، أو الصدفة البحتة زي تعويض لاعب مصاب، أو ممكن انتقال من نادي لنادي آخر عشان يتحول اللاعب من لاعب عادي للاعب خارق. ففي قائمة النهاردة اخترنا 10 لاعبين مستواهم انفجر بعد تغيير مراكزهم، والمقصود تغيير مراكزهم بعد ما كانوا بالفعل لعبوا في الفريق الاول مش في الفئات السنيه، لان في لاعبين كتير جدا بداوا وهم ناشئين في مراكز وتم تغييرها واكتر من مره كمان. ده مش موضوع الفيديو ده وممكن نتكلم عنه في فيديو تاني. حديثنا عن اللاعبين اللي تم تغيير مراكزهم في بدايه او منتصف او حتى اخر مسيرتهم ونتج عن ده تحسن مستواهم او حتى انفجارهم. اسطورة دفاع مانشستر سيتي واللي لعب معاهم 11 موسم، 8 منهم كان قائد الفريق، ويمكن تاني اهم اسطورة في تاريخهم حتى الان بعد كون اجويرو هداف الفريق عبر التاريخ، واللي فاز معاهم باول دوري بعد غياب 44 سنة، وقبل رحيله عنهم سجل الهدف الرائع اللي ضمن فوزهم باللقب في نهاية موسم 2018-2019 وحسم الصراع ضد ليفربول، وفاز مع السيتي باربع بطولات دوري من ضمن 8 القاب فاز بيها مع الفريق الانجليزي البلجيكي اللي بيتم اعتباره واحد من افضل المدافعين في بريمير ليج عبر التاريخ. هو في الاساس مش مدافع، ايوه زي ما سمعت، كومباني كان لاعب متوسط ميدان دفاعي او ارتكاز مع نادي هامبورغ، وحتى لما تعاقد معاه مارك هيوز اللي كان على راس الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي في 2008 تعاقد معاه على الاساس ده ولعبه في المركز ده في موسم 2008-2009. وفي 2009 كومباني نفسه قال ان مركزه المفضل في منتصف الملعب، ولكن مع قدوم الايطالي روبرتو مانشيني غير مركز كومباني للدفاع، والنتيجه كانت رهيبه بكل المقاييس. مين افضل من الايطالي يعني عشان يكتشفوا المدافعين؟ من المضحك ان اغلب مشجعين كره القدم لما بيتذكروا الاداء الخارق لجاريث بيل امام انتر ميلان لما سجل هاتريك في هزيمه توتنهام في الجوزيبي مياتزا، المباراه اللي تعتبر اعلنت عنه لجماهير كره القدم، بيل وقتها كان بيرتدي الرقم 3، وده لانه لحد الوقت ده كان بيتم اعتباره ظهير ايسر من البدايه. لما كان في ساوثهامبتون كان ظهير ايسر، ولما انتقل لتوتنهام في 2007 كان برضه ظهير ايسر. من بدايه موسم 2010-2011 وهاري ريدناب بيدفعه اكثر للامام، وده بسبب المستوى اللي ظهر بيه بنوا سيوكوتو واللي كان برضه ظهير ايسر، ولكن في المباراتين امام انتر ميلان حامل لقب الابطال في اكتوبر من 2010 سجل بيل هاتريك في المباراه الاولى وصنع هدفين في المباراه الثانيه، ومن وقتها بيل بدا يشارك كجناح ايسر، وفي موسمه الاخير مع توتنهام حرفيا كان بيعمل كل حاجه في الملعب وكان هو نواه الفريق هجوميا قبل ان ينتقل لريال مدريد كاغلى صفقه في العالم وقتها ويصبح جناح ايمن عكسي، واللي طبعا فاز معاهم بخمسه دوري ابطال وثلاثه دوري، وشاد شاد هرب في نهائي الكأس، غير انه سجل في نهائيين دوري ابطال مختلفين، مره في 2013-2014 وهدفين في نهائي 2018. واكيد بيل مش الظهير الوحيد اللي تحول لجناح، ولكن الاكيد ان هو ابرزهم. قصة انتقال البرازيلي روبرتو فيرمينيو لنادي هوفنهايم تعتبر واحدة من اغرب قصص الانتقالات في كرة القدم، لما مدير الكرة في النادي الالماني اكتشفه في لعبة فوتبول مانجر عشان ينتقل فيرمينيو لهوفنهايم كلاعب متوسط ميدان هجومي وصانع العاب. ولكن لما تبص لفترة فيرمينيو المميزة جدا مع ليفربول هتلاقي ان هو كان عنصر اساسي من ثلاثي الهجوم الخارق للريدز اللي فازوا بدوري الابطال واعادوا الدوري الانجليزي للانفيلد مرة اخرى رفقة محمد صلاح وسايدو ماني، ويتوسطهم كرأس حربة او مهاجم وهمي روبرتو فيرمينيو، او زي ما محللين كره القدم بيحبوا يقولوا لاعب 9.5 صانع العاب، ولكن في المقدمه دوره يخدم على الجناحين الخارقين وفي نفس الوقت يسجل. تغيير تكتيكي عمله مدربه يورجن كلوب خلى فيرمينيو من الافضل في العالم في المركز ده وفي اداء المهام دي، وتقارير كتير جدا انتشرت عن عبقريه اللاعب البرازيلي وازاي هو الرابط بين لاعبي ليفربول والصمغ ما بينهم في مراحل الهجوم والتحولات الهجوميه وحتى في المراحل الدفاعيه والضغط العالي والسيطرة على الكرة التانية. كلوب نفسه قال ان صلاح لاعب من طراز عالمي ولكن مش كل يوم، ساديو ماني كذلك لاعب من طراز عالمي ولكن مش كل يوم، روبرتو فيرمينيو لاعب من طراز عالمي الى حد كبير كل يوم. قبل ما يصبح لاعب خط وسط فائز بكأس العالم رفقة المنتخب الألماني في 2014 وتحديدا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، ومع إصابة سامي غديرة قبل المباراة وتعرض كريستوفر كرامر لارتجاج في بدايتها ومعاناة كروز في الشق الدفاعي وعمق الملعب، تعامل شفانشتايجر تقريبا بمفرده ضد خط وسط الأرجنتين عشان يترك ملعب الماراكانا بعين سوداء ووجه ملطخ بالدم، والأهم ميدالية كأس العالم. قبل بقى كل ده ولمدة 8 مواسم هي الأولى في مسيرته، بس
سيان كان بيلعب كجناح ايمن لبايرن ميونخ، ولكن مع قدوم فان جال او فان خال لتدريب بايرن ميونخ في 2009 نقل شفاينشتايجر مباشره لعمق الملعب. ونقلت صحيفه الجارديان عن فان جال قوله لم يكن مناسبا للعب مركز الجناح بالنسبه لي، بس بالبساطه دي. واتبع ان هو لما بيوصل نادي جديد بيتحدث مع اللاعبين عن مركزهم وشخصياتهم وشخصيه الفريق وكيفيه العمل مع زمايله، فقال لسباستيان اعتقد ان عليك اللعب في وسط الملعب عشان يتحول شفاينشتايجر لواحد من اهم متوسطي الميدان في المانيا وبايرن ميونخ، واحد العناصر الاساسيه اللي فازت باخر كاس عالم ليهم حتى الان. مايسترو خط الوسط اندريا بيرلو، اللاعب اللي يعتبر حط اساسيات مركز الريجيستا في العصر الحديث، اللاعب اللي حقق كل حاجه مع روزونيري، ولما قالوا له ان انت كبرت يا عالمي راح حقق كل حاجه مع البيانكونيري، بطل كاس العالم 2006 مع ايطاليا ومهندس عملياتها. بيرلو ده بقى في الاساس ما كانش لاعب ريجيستا او لاعب محور او ديب لاين بلاي ميكر، ولكن كان لاعب رقم 10 في بيرشيا وانتر وريجينا. ومع قدوم كارلو انشيلوتي راى قدراته وامكانياته وإيه اللي ممكن يعمله في مركز متأخر من الملعب، ونقله من خلف المهاجمين لأمام المدافعين. وقال بيرلو لصحيفة لاجازيتا ديلوسبورت عام 2015 عن أنشيلوتي: لقد غير مسيرتي ووضعني أمام الدفاع. المايسترو بيرلو فاز بكأس العالم مع إيطاليا وكان من أهم عناصرها، وفاز باثنين دوري أبطال رفقة إيسي ميلان، وكان بطل للدوري الإيطالي 6 مرات، مرتين مع الميلان و4 مع اليوفي، وخد أفضل لاعب في إيطاليا 3 مرات، كلهم بعد ما عدل 33 عام. غير بقى باقي الكؤوس والبطولات، وده غير ان هو حط قواعد مركز الريجيستا في العصر الحديث. لو الفيديو ده عن اللاعبين اللي غيروا مراكزهم في الفئات السنيه قبل ما يروحوا للفريق الاول، فكنا اكيد برضه هنتكلم عن بويول، اسطوره دفاع برشلونه اللي بدا كحارس مرمى ثم كمهاجم وهداف للفئات السنيه، لدرجه ان هم كانوا بيطلقوا عليه روماريو، وبعد كده خط وسط مدافع، وفي اخر سنتين لعبهم مع الفريق الثاني لبرشلونه كان ظهير ايمن، وده المركز اللي اتصعد من خلاله للفريق الاول، ولعب لمده 3 مواسم في المركز ده. اول مشاركه لبويول اتاخرت لعام 99، ولكن ابرز ظهور ليه كان في اكتوبر 2000 في كل اشتهر بعودة الخائن لويس فيجو للكامب نو المرة الاولى. بويل الشاب نزل في المباراة دي بمهمة واحدة فقط، وهي مراقبة لويس فيجو افضل لاعب في العالم، واللي كان معناه لعبه كظهير ايسر مقابل الجناح الايمن البرتغالي. بويل كان ظل الفيجو ومنعه اغلب المباراة من اللعب بحرية، وبالفعل فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 2-0، ومن وقتها اصبح بويل فرد اساسي في الفريق. وفي 2002 تم اختياره من اليويفا في فريق العام كافضل ظهير ايمن في بطولة دوري الابطال للموسم ده، ولكن في مباريات البري سيزون او المباريات الاستعداديه قبل موسم 2003 تم نقل بويل لقلب الدفاع، وفي نهايه الموسم تم الاعلان عنه كقائد للفريق الكتالوني. ورغم انه شارك في يورو 2004 رفقه لافوريا روخا في مركز الظهير الايمن، الا انه فضل لنهايه مسيرته كخيار اول لمركز قلب الدفاع سواء مع برشلونه او المنتخب الاسباني، ويعتبر اسطوره برشلونه الاولى في المركز ده وواحد من اهم المدافعين في تاريخ كره القدم، وشال مع النادي الكتالوني طبعا كل انواع البطولات، وكان القائد اللي شال السداسيه التاريخيه في 2009. غير انه كان قائد خط الدفاع للمنتخب الاسباني الفائز بكأس العالم الاولى في تاريخهم في بطولة 2010 ويورو 2008 كذلك، وحفر اسمه في تاريخ كرة القدم كقلب دفاع مش كظهير ايمن. ديل بوسكي مدرب اسبانيا ما واجهش مشكله او صعوبه في ايجاد بديل لكارلوس بويل في مركز قلب الدفاع بعد اصابته قبل يورو 2012. البديل كان لاعب اساسي تاني في المنتخب الاسباني بالفعل، وهو سيرجيو راموس. وزي بويل سيرجيو راموس بدا مسيرته كذلك كظهير ايمن، بس عكس بويل هو ما كانش مرحب بفكره اللعب كقلب دفاع. راموس واللي انتقل لريال مدريد من اشبيليه في موسم 2005 لعب موسمه الاول مع ريال مدريد كقلب دفاع، ولكن من موسمه الثاني رجع لمركزه المحبب وقتها كظهير ايمن، واللي اظهر امكانيات هائله فيه خاصه هجوميا، وفي 4 مواسم سجل تقريبا 20 هدف، وتم اختياره من ضمن فريق العام في 2008 من قبل اليويفا والفيفا، وكان ظهير ايمن المنتخب الاسباني في يورو 2008 وفي كاس العالم 2010. ولكن في احسن الاحوال سيرجيو راموس كان ظهير ايمن جيد من التوب ليفل بالتاكيد، ولكنه مش خارق. ولكن بعد تعيين جوزيه مورينيو على راس الجهاز الفني لريال مدريد اشرك راموس مباشره في مركز قلب الدفاع، واستمر في المركز ده مع انشيلوتي زي ما استمر في تسجيل للأهداف، واللي اكيد اهمهم طبعا هدف العاشره، غير قيادته لريال مدريد خلفا لكاسياس، واللي شال معاهم ال11 وال12 وال13 في 3 سنين متتاليه، غير 5 دوري اسباني واثنين فرنسي غير الكؤوس. حرفيا راموس فاز بكل انواع البطولات الممكنه مع الانديه والمنتخب، وهو اكثر لاعب لعب مباريات مع المنتخب الاسباني ب 180 مباراه، سجل فيهم 23 هدف، وتم اختياره طبعا 9 مرات في فريق العام من الفيفا و7 مرات من فريق العام من اليويفا، وده الرقم الاكبر لاي مدافع.
عشان راموس يسطر اسمه كواحد من افضل المدافعين في التاريخ. الاثنين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي هما من افضل من مارسوا كرة القدم، وهما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وسبق ان احنا اتكلمنا عن موضوع تغيير مراكزهم. كريستيانو رونالدو من 2003 وهو كان بيلعب كجناح تقليدي في خطة 4-4-2 واقرب لمنتصف الملعب، ومع الوقت بدأ يتم الدفع بيه نحو المقدمة واقرب للمنطقة اكثر على الناحية اليمنى او بشكل عكسي على الناحية اليسرى. ورونالدو كجناح تقليدي كان يعتبر مش بيقوم بالمهام المعتادة من المركز ده، لانه كان بيستحوذ على الكرة فترات اطول من المعتاد، وكان بيقوم بمراوغاته الخارقة اختراقاته الرهيبة، وبيدخل نحو عمق الملعب. وزي ما قلنا اكتر من مرة قبل كده، ده كان بيغضب فان نيستلروي راس الحربة في مانشستر يونايتد وقتها، اللي كان بيشوفه انه مش بيرسل ليه القدر الكافي من العرضيات، ولكن بدفعه اكثر نحو المقدمة وتغيير مهام الجناح التقليدي لمهام اكثر عصرية من تسجيل وانهاء للهجمات. السير أليكس فيرغسون اصبح يمتلك وحش حقيقي داخل الملعب، وتحصل على نسخة رونالدو الخارقة في 2007-2008 واللي هي افضل نسخة لرونالدو في البريمير ليج، ويمكن افضل نسخة خليه على الاطلاق. عملنا فيديو عن الموسم الخارق لرونالدو ده، وفي نهاية موسمه الخارق تحصل رونالدو طبعا على كرته الذهبية الاولى، ولكن بانتقاله لريال مدريد في 2009 رونالدو تحول بشكل كامل للجهة اليسرى عشان يصبح جناح عكسي. ورغم ان مورينيو لعبه كرأس حربة في فترته مع ريال مدريد، ولكن رونالدو وقتها صرح انه مش سعيد بالمركز ده، لحد ما يجي زيدان كمدرب ويعمل توليفة من تبادل المراكز ما بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما داخل الملعب واثناء المباراة. فبقينا بنشوف بنزيما رأس الحربة بيروح ناحية اليسرى، ورونالدو بيدخل اكثر للعمق قبل ما رونالدو نفسه يتحول لراس حربه بشكل كامل، سواء مع يوفنتوس او اليونايتد او النصر حاليا. كل التغيرات اللي عملها رونالدو ابتداء من لعبه كجناح ايمن تقليدي لحد ما وصل ان هو راس حربه، كانت بتوضح قد ايه رونالدو بيكون في اخطر حالاته كلما اقترب من المرمى، سواء كجناح او كمهاجم، وقدر يفجر امكانياته عشان يصبح هداف ريال مدريد الاول عبر التاريخ، وهداف دوري الابطال، وهداف البرتغال، وهداف اوروبا، وهداف المباريات الدوليه، وطبعا هداف كره القدم بشكل عام عبر التاريخ. كل ده بالتأكيد كان صعب يحصل لو رونالدو استمر في مركز الجناح التقليدي في خطة 4-4-2. وبالنسبة ليونيل ميسي فتغيير مركزه زي ما قلنا بالتفصيل في فيديو أين اختفى الرقم 10، جزء منه كانت اختيارات تكتيكية وجزء كان تأقلم من ميسي نفسه. ميسي بدأ كجناح أيمن عكسي في خطة 4-3-3 اللي تميزت بها برشلونة، ولكنه في البداية كان بعيد عن المرمى وأقرب برضه لمنتصف الميدان، ومع توالي السنين اقترب أكثر للمنطقة وزادت مهامه الهجومية وقلت مهامه الدفاعية. ولكن التغيير الحقيقي كان لما بيب جوارديولا اشركه في مباراة الكلاسيكو اللي انتهت 6-2 للفريق الكتالوني في مركز الرقم 10 بين ايتو وهنري اللي لعبوا كمهاجم ايمن ومهاجم ايسر. وفي الموسم التالي وتحديدا من منتصف مارس لمنتصف ابريل 2010 تم الاعتماد على ميسي في المركز ده مرة اخرى. في الشهر ده اللي هو من منتصف مارس لمنتصف ابريل، ميسي سجل هاتريك في فالنسيا وهاتريك في ريال ساراكوستا وسوبر هاتريك في ارسنال في دوري الابطال، وسجل هدف في الكلاسيكو اللي انتهى 2-0 لبرشلونة. غير ان ميسي اصبح في الفترة دي بيلمس الكرات اقل من قبل كده قبل تسجيل الاهداف، وده بعد ما مدافعين كل الفرق اصبحوا بيعملوا عليه مراقبة لصيقة بعد اداؤه الخارق في 2008-2009، وده زود من عدد اهدافه اللي كان 38 في موسم 2008-2009 ل 47 في موسم 2009-2010. ومن وقتها ميسي يعتبر استقر في المركز ده، حتى لو كان على الورق بيشار ان هو جناح ايمن، ولكنه دايما كان بيلعب في عمق الملعب، وحتى عدد اهدافه زاد وعدد تمريراته المفتاحية والتقدمية والبينية وصناعة الفرص وصناعة الأهداف. غير طبعا ان ميسي مع برشلونة اصبح يأخذ ادوار زمايله المغادرين تباعا، وده كان بيقربه لعمق الملعب اكتر. الحديث طبعا عن تشافي وانيستا، وده بالاضافة لادواره في التسجيل والصناعة، عشان بعد مسيرة حافلة فاز فيها بكل شيء حرفيا مع برشلونة قدر يحقق كل شيء ممكن مع المنتخب الارجنتيني ايضا، من ضمن 44 بطولة قدر يحققها رفقة الاندية اللي لعب ليها والمنتخب، اللي هو الرقم القياسي لعدد البطولات اللي فاز بيها لاعب واحد. غير الالقاب الفردية بقى 8 بالون دور و6 حذاء ذهبي. فبالتأكيد ميسي الجناح الأيمن اللي ظهر في 2005 مختلف تماما عن ميسي 2009 وعن ميسي 2011 أو حتى الشكل اللي ظهر بيه بعد كده. اخر لاعب هنتكلم عنه في قائمتنا النهارده بيتم اعتباره افضل لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي، او على الاقل من افضلهم في التاريخ، وبالتاكيد هو افضل لاعب في تاريخ ارسنال. يوفنتوس تعاقد مع هنري قادما من موناكو بعمر 21 عام، وهو يشغل مركز الجناح الايسر بعد ما كان هداف المنتخب الفرنسي في 98 اللي فازت بيه فرنسا، وهنري بيلعب على الجناح الايمن. وبعد نص موسم ما قدمش فيهم الاداء المرجو منه كجناح ايسر، ما سجلش غير 3 اهداف، تم انقاذه عن طريق مدربه السابق في موناكو ارسن فينجر،
فينجر مدرب أرسنال في صيف 99. فينجر أشرف كناري في مركز المهاجم الصريح مباشرة، وهنري صرح لاحقا أنه قال لنفسه إن في لحظة معينة كان عايز يروح لفينجر ويطلب منه يرجعه تاني كجناح أيسر، وده تحديدا بعد ما مر 7 مباريات بدون ما يسجل الفرنسي. ولكن كلنا عارفين إيه اللي حصل بعد كده. هنري أنهى مسيرته مع أرسنال وهو هداف الفريق التاريخي ب 228 هدف في 377 لقاء، وسابع هداف في تاريخ البريمير ليج، وبيتم تصنيفه من محللين ومشجعين كتير كأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي. الغريب إن هنري لما انتقل لبرشلونة في 2007 وكان واحد من عناصر الجيل الأسطوري لبرشلونة في 2009 اللي شال السداسية التاريخية طبعا، كان بيلعب في مركز الجناح الأيسر، بس شتان الفرق بين هنري الجناح الأيسر لبرشلونة وهنري الشاب اللي لعب كجناح أيسر ليوفنتوس. وأكيد في فرق بين النسختين وبين نسخة هنري الانفينسيبلز مع أرسنال، عشان تيري هنري اللي حقق كأس العالم مع فرنسا 98 واليورو في 2000 واللي سجل فيها 3 أهداف برضه، يقدر يحقق كل البطولات الممكنة مع برشلونة وأرسنال ويكون من الجيل الذهبي لبرشلونة اللي فاز بالسداسية والجيل الذهبي لأرسنال اللي فاز بدوري لا هزيمة، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين وهداف الدوري 3 مرات والحذاء الذهبي الأوروبي 3 مرات، وأكيد واحد من اللاعبين اللي انفجروا بعد تغيير مركزهم. وبس دول ال10 لاعبين اللي اخترنا نتكلم عنهم في قائمة النهاردة واللي حرفيا انفجروا بعد ما تم تغيير مكانهم في الملعب، ونظرة على اللي حققوه قبل وبعد ما يغيروا مركزهم. بس الأكيد ان دول مش الوحيدين، في لاعبين كتير غيروا مركزهم ومستواهم تطور او تحسن او حتى انفجر، ولكن ما اتكلمناش عنهم النهاردة. فهنا يجي دورك صديق الرائع انك تشاركنا برأيك في الكومنتات، مين اكثر لاعب شايفه انفجر بعد تغيير مركزه سواء اتكلمنا عنه النهاردة او لا. وشكرا ليك صديق الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا. كان معكم الرائع دائما احمد الجعفري. سلام.